بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم في نموذج للاختبار الأول في الرياضيات لسنة الخامسة ابتدائي. إذن السؤال الأول: أكتب بالحروف العدد. إذن نقرأ هذا العدد: 62 مليونا و7319. إذن أكتبه بالأرقام، ثم أكتب بالأرقام 7,040,031، ثم الجدول نملأ الجدول عدد المئات والعشرات الآلاف وإلى ذلك. إذن مع الحل، إذن الكتابة بالحروف 62 مليونا و7,319، الكتابة بالأرقام هكذا، ثم نملأ الجدول. إذن العدد كما تلاحظون، إذن عدد المئات وهو 62 و623 وعشرات الآلاف، وعدد الملايين وعدد عشرات الملايين كما تلاحظون في الجواب. إذن كما ألاحظ، كما أقوم بالملاحظة دائما لأبناء التلاميذ وبنات التلميذ أن يوقفوا التسجيل ويعاودوا قراءة الأسئلة وقراءة التصحيح. التمرين الثاني يقول: احصر الأعداد الطبيعية التالية بين مضاعفين متتاليا للعدد 5. إذن الإجابة تكون هكذا: إذن 3,548، إذن محصورة بين 3,548 و3,550. إذن ومع بقية الأعداد يستطيع التلميذ أن يلاحظ أنها مضاعفات متتالية للعدد 5. التمرين الثالث يقول: رتب تصاعديا الأعداد التالية. إذن ألاحظ، أو يجب على التلميذ أن يلاحظ أو أن يتذكر القاعدة، وهو أن عند ترتيب الأعداد العدد الأكبر من حيث الأرقام الذي يوجد فيه أكبر أرقام هو العدد الأكبر، وهكذا دوال. إذا تساوى عددين في مجموعة الأرقام فإننا ننظر إلى الوحدة الأكبر، والعدد الأكبر في الوحدة الأكبر هو العدد الأكبر، وهكذا دوالي. إذن نرتب الأعداد ترتيبا تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر كما تلاحظون. المهم أن يركز التلميذ على هذه القاعدة التي ذكرت قبل قليل. التمرين الرابع يقول: إليك الشكل المقابل، مثل القطعة F، مثل النقطة F على المستقيم D بحيث تبعد عن النقطة O ب 3 سنتيمتر. إذن على التلميذ أن يحاول حل هذه المسائل لوحده، ثم يقارن الحل الذي توصل إليه بالحل الذي سأطرحه عليكم بإذن الله تعالى. إذن ارسم المستقيم T الذي يعامد المستقيم D في النقطة O، ارسم المستقيم L الذي يشمل النقطة F ويعامد المستقيم D، ارسم دائرة مركزها O ونصف قطرها 3 سنتيمتر، ارسم دائرة مركزها F ونصف قطرها 3 سنتيمتر، اربط بين نقاط تقاطع الدائرتين مع المستقيمين L و T، ما هو الشكل الناتج؟ إذا أراد التلميذ أن يعمل بجد فعليه أن يقرأ هذه الأسئلة يعني بثقل، ثم يبدأ في الحل لنفسه، ثم ينظر إلى الإجابة التي تكون على الشكل التالي أمامكم. إذن الوضعية الإدماجية: جاركم خضار، رافقته إلى السوق، إلى سوق الجملة، فاشترى 50 كيلوغرام من الموز بسعر 120 دينارا للكيلوغرام الواحد، باع نصف الكمية ب 180 دينارا للكيلوغرام الواحد، وبعد مدة باع النصف الثاني ب 100 دينار للكيلوغرام الواحد. كم دفع الخضار ثمن الموز؟ ما هو المبلغ الذي قبضه الخضار بعد بيع كل الكمية؟ هل سيربح أم يخسر؟ وكم؟ إذن كم سيربح وكم سيخسر إذا ربح أو خسر؟ للخضار 30 علبة كرتونية أراد أن يوزع عليها 183 حبة موز الباقية عنده بالتساوي. إذن كم حبة موز يضعها في كل علبة، وكم حبة موز تبقى خارج العلب؟ إذن مع الحل، إذن أولاً
دفع الخضار ثمن الموز 6000 دينار جزائري، كيف ذلك؟ 120 ضرب 50 فتكون النتيجة 6000 دينار جزائري. ثم المبلغ الذي قبضه الخضار بعد كل بيع كل كمية هو 7000 دينار جزائري، كيف ذلك؟ إذن 180 ضرب 25 و 400 عفوا 4500 زائد 2500 فتكون النتيجة 7000. إذن عند قراءة الوضعية الإدماجية حاول حلها لنفسك وقارن بين الحل الذي أطرحه، فإن وجدت الحل صحيحا فاحمد الله تعالى. إذن مع بقية الحل، إذن يربح الخضار، إذن الخضار يربح ولا يخسر، إذن 1000 دينار جزائري، كيف ذلك؟ 7000 ناقص 6000 يساوي 1000 دينار جزائري. يضع الخضار في كل علبة 6 حبات موز ويبقى 3 حبات موز خارج العلبة، كيف ذلك؟ إذن هو قال وزع، إذن العملية قسمة 183 قسمة 30 تكون الناتجة 6. إذن إلى هنا ينتهي معكم هذا اللقاء، على أمل لقاء بكم في تسجيلات أخرى وسنوات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.